أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن الكريم علما بأني أحفظ القرآن وأنساه، وقد حفظت 8 أجزاء ونسيتها، وهل علي شيء إذا كنت لا أراجع القرآن؟ طريقة كل على ما تيسر له النفس ليس سواء. الطريقة الصحيحة أنك تقرأ القرآن على مقري من المقرئين المجودين لتتقن قواعد القراءة، وأن تكرر الآيات حتى تحفظها، ولا تكثر في الحفظ من الآيات اليومية. تقرأ آيات معدودة تكررها حتى تحفظها، وهكذا حتى تكمل القرآن كله شيئا فشيئا، وتكون قراءتك على مقرئ من المقرئين المجودين. ثم إذا حفظت القرآن كله فإنك تتعاهده بالتلاوة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا تقول إني حفظته ثم تعتمد على حفظك وتترك تلاوة القرآن، بل كرر تلاوته حتى تختمه في الشهر أو في الأسبوع أو في 10 أيام أو في 3 أيام حسب استطاعتك. قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذا غفلت عنه فإنك تنسى، أما إذا كررت تلاوته وداومت عليها أن تجعل لك حزبا يوميا تداوم عليه طول السنة، فإنه بهذه الطريقة بإذن الله يثبت عندك.